اللي هو مين بوتين ده اللي موقف العالم كله على رجله؟ اهلا بيكم في القصه وما فيها مع ريهام عياد. كل الناس وانا منهم اتكلمنا عن حرب روسيا واوكرانيا، بس محدش اتكلم عن مين هو بوتين اللي موقف العالم كله على رجل ده ومش عاتق لامريكان ولا اوروبيين. لا، ده طايح فينا كلنا وموقع اقتصاد العالم ومهددنا بازمه غذاء، وقاعد هو وحاطط رجل على رجل ولا في دماغه. ما هو اصل دماغه تقيله ومتكلفه، فكان لازم نخش جوه الدماغ دي ونفهم فيها ايه. ما تيجوا نشوف. صلوا على النبي. بوتين ده يا جماعة لغز من يومه. أصلاً فكرة إنه جه الدنيا دي معجزة لوحدها، لأن أبوه كان في إعداد الموتى حرفياً في الحرب العالمية الثانية. ما هو كان ضابط في الجيش السوفيتي وقنبلة انفجرت فيه خرتقته، والدكاترة ما كانوش راضين يمدوا إيديهم فيه، ميت ميت. بس سبحان الله لحقوا في النفس الأخير، ولما رجع من الموت المحقق ده لقى المجمع السكني اللي فيه مراته الألمان ضربوه جابوه الأرض. الكارثة بقى إنه لقى مراته مرمية وسط أكوام من الجثث في عربية نقل، ولولا إنه أصر ياخدها يدفنها واكتشف ان لسه فيها الروح ما كانش زماننا بنعمل الحلقه دي اصلا، لان ما كانش هيبقى فيه بوتين اساسا. بس ربك لما يريد، يوم 7 اكتوبر 1952 في لينينجراد اللي هي سان بطرسبرج دلوقتي، يتولد فلاديمير فلاديميروفيتش اسبريدونوفيتش بوتين. ايه الاسم ده؟ حتى اسمك مستحيل يا راجل. وبوتين بقى من يومه وهو عاشق للاتحاد السوفيتي، الدوله العظيمه اللي واقفه راس براس قدام امريكا والعالم كله بيعمل لها الف حساب. ده غير ان جده كان الطباخ الخصوصي للزعيم الشيوعي لينين، يعني الواد شيوعي شيوعي. بس هو ايه، ما كانش طفل عادي كده، لا ده وش جامد وهدوء مخيف وشخصيه قويه وبارده. ومن صغره وهو منطوي وبيحب يلعب جودو، ولحد دلوقتي. ودخل بوتين كليه الحقوق سنه 70 وانضم للحزب الشيوعي. وش طبعا اصلا وقتها روسيا كلها كانت بتتنفس شيوعيه وماشيين على مبدا ستالين، اذا شكل اي انسان مشكله اقتل الانسان تحل المشكله. والله الراجل ده بيقول كلام زي الفل. وتخرج بوتين من الحقوق سنة 75، وابن اللذينة كان حظه في رجليه، وأول ما تخرج عين في الكي جي بي المخابرات السوفيتية حتة واحدة، لقوا عيل هادي وراسي ومش ملفت للنظر وكمان شخصية قوية وبردة، والأهم بقى مهووس بالفكر الشيوعي، فقال لك هو ده هاتوه. وبعد الكورس المخابراتي المعتبر عينوه في قسم التجسس، وبصراحة بوتين كان عبقري وأبهرهم كلهم، ينخرب ورا الجاسوس من دول لحد ما يجيب قرار أمه ووقع جواسيس كتير. فلما لقوه شاطر قوي كده قالوا له لا، ده انت تترقى بقى وتراقب السياسيين والبعثات الدبلوماسيه، اصل كلام بيني وبينكو كده يعني بيبقى اغلبهم جواسيس اصلا. ما انا قلت لكم قبل كده في حلقه مصطفى امين، بس انتوا بتصدقونيش. بس خلاص بقى احنا مش هنقول عشان دي اسرار. وفضل على كده لحد سنه 84 لما قيادته لقوه حرك ودماغه سلكاوي، قالوا له لا بقى انت مكانك مش هنا، انت مكانك فوق، لا مش عند ربنا، انت اللي زيك اتخلق عشان يبقى جاسوس. طب والنبي هو في احسن من بوتين يبقى جاسوس؟ ده وشه ما بيديش تعبيرات خالص. ولانه كان بيتكلم الماني لبلب، قالوا له يلا يا حلو على المانيا الشرقيه عشان تبدا حياه مختلفه خالص لفلاديمير بوتين الجاسوس. فترة شغل بوتين في ألمانيا الشرقية غامضة جدا وتقريبا محدش يعرف عنها حاجة، وده طبيعي يا اخوان، الراجل لسه في الحكم ومفيش رئيس أسراره بتخرج طول ما هو لسه في السلطة، بنستنى بقى أما يموت أو يمشي تقوم تجيلنا احنا بقى. ده غير إن هو أصلا قامت كده ما بيرغيش كتير، بس احنا برضو وصلنا لشوية أسرار ما تغلاش عليكم. الكاتبة أو الكاتب عشان مش معروف جنس ملتها إيه، ماشا جيسون، بتقول لا بقى أنتوا مخدوعين في بوتين، ده كان جاسوس نص كم أصلا، والكي جي بي ودوه ألمانيا الشرقية لانها كانت تحت سيطرة الاتحاد السوفيتي، ومؤهلات بوتين بتاعكو ده ما تجيبش اكتر من كده، يعني ما ينفعش يودوه اوروبا ولا امريكا مثلا. ايه ماشي الكلام ده؟ اهي الكاتبة الانجليزية كاترين بيلتون كدبتك في كتابها شعب بوتين، وقالت لا بقى ده بوتين ده كان جاسوس صايع واصيع من اللي كانوا بيراقبوه كمان، وانه كان عامل نفسه مترجم في المانيا وواخد مراته وبنته ماريا معاه عشان ما حدش يشك فيه خالص. ما هو ما فيش جاسوس بياخد الفاموليا، لا ده خلف بنته الثانية كاترينا كمان سنة 86 هناك. ايوه يعني يا ست كاترينا، الراجل كان نص كم ولا كم؟ قالت لك ده كان عبقري وليه دور مهم جدا وجند عملاء كتير للاتحاد السوفيتي، وكان المسؤول الاول عن كل عمليات الامداد والتمويل للجيش الاحمر الشيوعي في المانيا الغربيه واوروبا. لا بقى ده كده يبقى جامد بجد. بس جت سنه 89 وهدوا جدار برلين اللي كان بيفصل بين المانيا الشرقيه اللي تبع الاتحاد السوفيتي والمانيا الغربيه اللي تبع اوروبا وامريكا، وكده تبقى اتوحدت المانيا. يلا الف مبروك. وده كان انتصار كبير للغرب على الاتحاد السوفيتي، طبعا فشل لكل الجواسيس اللي كانوا موجودين هناك، ما هم لو كانوا شافوا شغلهم ما كانش الجدار اتهد. بوتين بقى اتكبس وقدم استقالته سنه 90 او اقيل مش هتفرق يعني، المهم انه اتحال لقوات الاحتياط ورجع على بلده فيقمر عيش.
شوفوا الزمن بعد ما كان بوتين جاسوس قد الدنيا يتعين في فبراير سنة 90 موظف في قسم الشؤون الدولية في جامعة لينينجراد. هي صحيح شغلانة مش قد المقام بس يلا احسن ما يقعد عواطلي. وهناك قابل مين؟ المعيد بتاعه الدكتور سوبيتشاك. بس اوهو دلوقتي بقى دكتور كبير قد الدنيا في الجامعة، واول ما شاف بوتين خدوا حضن مطارات على طول. وشوفوا بقى بوتين اللي من اول الحلقة ده وهو حظه في رجليه، سوبيتشاك في ابريل 90 نجح في انتخابات لينينجراد وبقى عمدة البلد اللي هي المحافظ عندنا، ودي مش اي محافظة، دي تاني اكبر محافظة في روسيا. وسبوتشاك كان اصيل وابن اصل وقال له يا واد يا بوتين انا هاخدك معايا، مش هسيبك انا هنا مع مدام هناوفيتش في الرابع، ده انت كنت جاسوس يا جدع وصاحبي من ايام الجامعة، انت هتبقى مستشار العلاقات الدولية بتاعي. اوبا ضربت معاك في العلالي يا ابو ماريا، هو ابو البنات كده دايما محظوظ. بوتين بقى اول ما حط رجله في مبنى المحافظة كان عنده حلم واحد بس، انه يلمع سبوتشاك عشان يوصل لمنصب رئيس الاتحاد السوفيتي بدل جارباتشوف اللي جاب الاتحاد الارض ده. اصل بصراحة يا جماعة الشيوعية دي ما جابتش همها خالص في اي حتة، والشعب طفح الدم والاتحاد عمال يصرف كل فلوسه على الجيش عشان ينطح امريكا في الوقت اللي فيه امريكا عايمة على وش الفتة وبتلعب بالفلوس لعب رأس مالية بقى. فعلى اواخر التمانينات كده ال 15 دولة بتوع الاتحاد السوفيتي قالوا جاي بلا شيوعية بلا هم، كل واحد منا يروح لحاله يا اتحاد الغابر انت. والاتحاد السوفيتي ده يا جماعة موضوع كبير عايز له حلقة الواحد. بس يوم 26 ديسمبر 91 ما بقاش في اتحاد سوفيتي، اتفكك ونهار يا فرحتك يا امريكا. طب بوتين بقى فين من الهيصه دي كلها؟ بوتين طبعا كان مقهور من انهيار الاتحاد، وخاصه ان حال روسيا لا بقى يسر عدوى ولا حبيب، الاقتصاد واقع والامن انهار والخصخصه اكلت الاخضر واليابس. بس بوتين كان ايه؟ دماغ، وقال لك احنا ملناش دعوه خالص خلينا ناكل عيش. فلما كل عيش اترقى وبقى رئيس مكتب العلاقات الدوليه حته واحده. شفتوا بقى الواحد لما بيخليه في حاله بياكل عيش ازاي؟ ولسه دي سلسله الترقيات جايه. وفي مارس 94 بقى النائب الاول سبوتشاك، يعني بقى نائب المحافظ، يعني لو المحافظ اتهز كده ولا كده بوتين يركب مكانه على طول. بس تيجي سنة 96 وتبقى الضربة القاضية لبوتين، حسبناه سبوتشاك اللي عمالين نلمع فيه من اول الحلقة صيد في الانتخابات، وانت السبب يا سبوتشاك في كل اللي حصل واللي هيحصل، لان بوتين عمل فيها سبع رجالة في بعض وقال له انت سقطت يا ريس يبقى انا هستقيل معاه. ليه كده يا بوتين؟ مش قلنا نخلينا في حالنا وناكل عيش؟ لا ما هي حركة صايعة وملعوبة. وعلت اسهم بوتين جامد، والرئيس يلتسن رئيس روسيا نفسه اعجب بيه جدا وقال لهم هاتولي الواد المخلص قوي بتاع لينينجراد ده. وبعد ما كان بوتين ناوي يشتغل سواق تاكسي، وده بجد على فكره، بقى نائب رئيس هيئه الاركان في رئاسه الجمهوريه وهم سنتين. وعلى يوليو 98 بوتين بقى رئيس المخابرات الكي جي بي عشان يبقى اقوى راجل في روسيا كلها. اللهم ربع حظك يا بوتين. على اواخر حكم يلتسن سنة 98 والراجل الحياة كان كبر وخرف والبلد ضاعت على ايده وهو ما كانش عايز يموت وسمعته منيلة كده، فقال لك انا عايز اجيب رئيس وزراء جامد كده يحل كل المشاكل اللي هببتها دي ويرجع لي برستيجي قدام الناس. راح جايب مين؟ لا مش بوتين ما تستعجلوش لسه شوية، جاب وزير الخارجية العقر يفكيني بيرماكوف، والراجل عمل اللي عليه وزيادة حبتين وحل مشاكل كتير. بس نسي حاجة صغيرة قد كده، نسي يدي كريدت ليلتسن، فالناس بقت شايفة بيرماكوف هيرو، ودي حاجة تقلق اي رئيس يا اخوانا، هتخرجني من الصورة الحلوة يبقى مش هتبقى فيها حاجة كده جنزوري الله يرحمه. وراح مطيره في مايو 99 وراح جايب رئيس وزراء هفق كده وهم 3 شهور وراح مطيره هو كمان، يعني لا الشاطر نافع ولا الهفق نافع، انت عايز مين؟ عايز الحتة التقيلة المتكلفة. ايوه هو صح، برافو عليه بوتين رئيس المخابرات بقى. بس الحقيقة ان ده كان خبر صادم للشعب والاحزاب والطيور والنبتات. بوتين مين ده يا عم اللي تجيبه رئيس وزراء؟ ده محدش يعرفه اصلا، ده احنا ما نعرفش صوته عامل ازاي، ولا هتعرف اقسم بالله انا ما اعرفلوش صوت لحد دلوقتي. ما انا قلتلكوا قامت. واتعين بوتين يوم 9 اغسطس 99 رئيس وزراء روسيا. الظهر لعب يا ارمط. طب معلش انا عندي سؤال هنا للاخ يلتسن، ايش معنى يعني بوتين؟ بص يا سيدي، في كتاب الماراثون السياسي اللي كاتبه يلتسن نفسه قال انه كان عينه على بوتين من سنة 97 وكان شايفه شخصية قوية وهادية وعنيدة وعمره ما طلب منصب لنفسه، فبقى احسن حد يشكم روسيا والوضع المعكوك فيها ده. وطبعا وده الاهم اللي عمله مع سبوتشاك زمان، ده حتى لما اترفعت عليه قضايا فساد بعد كده بوتين هربه على فرنسا. جدع جدع يعني، فده عجب يلتسن قوي وهو ده اللي هو عايزه.
راجل شهم وجدع كده مع رؤساء يبقى اكيد هيحميني قدام. وبوتين بقى من اول ما مسك قال لهم مش انا محدش يعرفني، طب انا هعرفكم على نفسي. وحط لنفسه 3 محاور يمشي عليهم. اولا يكسب الرئيس، ودي سهله قوي لان يلسن كان كل اللي يهمه انه ما يتعرضش لاي مساءله قانونيه بعد ما يطلع، ودي بوتين طمنه فيها خالص. المحور التاني انه يكسب الشعب. طب ودي هتعملها ازاي يا ابو ماريا؟ قفش في الفساد واشتغل على الاقتصاد، تبقى كده كسبت الشعب. هاي بس بوتين كان ايه؟ حظه في رجليه. والشيشان اللي كانت تابع روسيا لحد سنة 96 واستقلت، انتهزوا فرصة العيل الجديد اللي جايبينه رئيس وزراء وراحوا داخلين اقليم داغستان واحتلوه. فبوتين قال لك دي فرصتنا بقى عشان يعرفوا مين هو العيل ده، وقامت حرب الشيشان التانية. ايه ده؟ هو كان في اولى؟ امال؟ دي قصة كبيرة كبيرة يا اخوانا، عايزة حلقة لوحدها مش هنحرقها دي. بوتين بقى قال هو ستايلين كان بيقول ايه؟ اذا حد ضايقك شيله من على وش الارض تنتهي المشكلة. وده اللي عمله بوتين بالظبط، واستخدم سياسة الأرض المحروقة، ومات في الحرب دي 250,000 شيشان. ومش بس كده، ده بوتين كمل لحد ما وصل لقلب الشيشان وعين كمان حكومة موالية لروسيا. اللهم صل على النبي. ورجعت الشيشان كاملة لينا وروسيا اليوم في عين. وكده بوتين أخد اللقطة التمام وبقى أقوى وأهم راجل في روسيا كلها، لا ده في العالم كله وحيات ولحد النهاردة. استنوا يا جماعة قبل ما ننسى، كان في محور تالت اللي هو ايه بقى؟ انه يحسن علاقته بالغرب. معقولة يا بوتين هتعمل كده؟ عشان يبقى بره وجوه. وراح طالع في خطاب تاريخي وقال ايها الغرب انا معاكم في حربكم ضد الارهاب، اقول لكم الكبيرة من النهاردة مفيش شيوعية، في رأس مالية من اللي بتحبوها. فالغرب كله اقتبس حركة مصطفى شعبان في فيلم تيتو وراحوا مسقفين لرئيس الوزراء الجديد اللي شكله بإذن الله كده هيبقى حلو معانا. طيبين قوي. طب نطمن بقى على الحاج يلسن ليكون مات واحنا الكلام واخدنا. تصدق ما ماتش، بس قال لهم انا تمام قوي كده، اتعشى ونسلم الرايه لجيل تاني. واستقال 31 ديسمبر 99 عشان يبدا القرن ال21 في روسيا مع رئيس جديد واحلام جديده ودوله مختلفه، روسيا البوتينيه. يا ماما بوتين بقى من 1/1/2000 وهو الحاكم الاول والاوحد في روسيا. سيبك بقى من المؤسسات والاحزاب والبرلمان والقصص التعبانه دي، روسيا يعني بوتين. والراجل فتح صدره على الاصلاح الاقتصادي اللي وقفه على رجله في 30 شهر بس بعد ما كان في الضياع، والسر زي ما اتفقنا القضاء على الفساد. والغرب وبالذات امريكا اللي كان من مصلحتهم ان روسيا دي ما يقوم لهاش قومه تاني، بقوا شايفين بوتين كيوت ومسالم وهو اللي هيقف معاهم عشان يواجهوا الصين اللي طالعه في المقدر جديد دي. طيبين قوي. اصل جورج بوش اغبى رؤساء امريكا على الاطلاق، واللي مسك الحكم سنة 2001 يعني مع بوتين تقريبا كان جاي عشان يثبت حاجة واحدة بس، انا زي بابا بالظبط، وزي ما بابي جاب الاتحاد السوفيتي الارض انا هحط روسيا في جيبي. وبوتين ده شكله طيب وحبوب ومش بتاع عوق، استهفقه يعني، وحب ياخد اللقطة على حسابه عشان يداري على خيبته التقيلة في 11 سبتمبر وحرب افغانستان. مش قلتلكوا غبي؟ وراح داخل بوشه وبدأ الحرب بالوكالة في روسيا. ازاي بقى؟ سنة 2003 لما قامت الثوره البرتقالي في اوكرانيا، وبعدها على طول سنه 2004 الثوره الورديه في جورجيا، الثورات الملونه دي بوش دعمها جدا وجاب فيهم حكومات مواليه للماما. وده في عرف السياسه حركه بيخنق بيها العدو عدوه، اللي هو انا مش هحاربك بنفسي اهو، بس انا هخلي جيرانك صحابي واعمل حواليك كردون عشان لو فكرت في يوم تعمل نوش تلاقي اقرب مليك بيدب فيك. والله يا بوش ومليك عليا حلفان، انت اللي جبت النوش لنفسك. في حد يستفز الذئب الروسي برضه؟ بوتين قال له بص يا أمور، اللي يحضر العفريت وما يعرفش يصرفه يعرف ان العفريت هيقرفه. وراح رزع بوش حتة قفا وطلع في خطاب في مجلس الشعب الروسي وقال شوفوا يا اخوانا، سقوط الاتحاد السوفيتي ده كان اكبر كارثة في تاريخنا. ايه ده؟ هو انت لسه شيوعي؟ انت ما طلعتش كيوت ولا ايه؟ راح بوش الغبي طالع سنة 2005 وقال لك ماشي، طب حلف الناتو بتاعنا بقى هيحط سلاح مضاد للصواريخ في بولندا ولتشيك. لا ما صدقش انت خالص يا بوتين، ده عشان نحارب ايران. بوتين قال لك لا ده جاي لنا بقى. طب بص يا عم بوش يا غبي، انا مش شايف فيكم حد، ومن النهارده روسيا مش هتلتزم بمعاهده الحد من الانتشار المسلح في اوروبا، يعني من حقها تخش اي بلد بتهدد امنها القومي. غزو ماشي، ضرب شغال، اجتياح ما يضرش، ما انا حذرتكم من الاول وانتوا اللي ما بتسمعوش الكلام. اهو طلع ذئب اهو، والحرب البارده طالح في الافق من جديد. يلا كل حرب وانتوا طيبين.
وتيجي سنة 2008 يا اخوانا، وبعد ما الحرب بين روسيا وامريكا كانت بقيقة كده، تحصل ازمة جورجيا. مش دي اللي كانت عاملة ثورة وردية باين وبقت تبع امريكا؟ هي اسكتوا، مش بوتين رجعها تاني. في اغسطس 2008 اجتياح روسي معتبر ضرب الامريكان على قفاهم تاني. اصلهم كانوا بيفكروا يدخلوا حلف الناتو هناك، وبوتين بقى يسمع كلمة حلف الناتو من هنا ويقول لك يلا حرب، نحن لها، وهو لها فعلا. ابن الذين جبار، ده الاتحاد الاوروبي نفسه ركبه ثابت وطلع قال احنا مالناش دعوه يا جورجيا يا اختي، خلصي حربك مع البوس ونبقى نديكي تعويضات وخلاص، احنا مش قد النووي الروسي ده بيلسوع قوي. بس استنوا، ده في 2008 انتهت الولايه الثانيه لبوتين، ايه هيمشي؟ لا طبعا، جاب ديمتري ميدفيديف وقال له بص ياض يا ديمتري، انت تمسك الرئاسه 4 سنين حلوين، بس هتعيني رئيس وزراء. وماله وانا اللي هحكم برضه، يعني انت صوره مش اكتر. قال له ماله يا ريس، حقك، ده انت مشي بالغرب كله، هو احنا نيجي فيك حاجه؟ دكتاتور بقناع ديمقراطي والنبي امر. ده الوليه هيلاري كلينتون قالت عنه في كتابها خيارات صعبه، والله انت كنت اصعب الخيارات، انها لما قابلت بوتين سنه 2009 حست انه اكتر واحد بيكره امريكا والغرب في العالم كله، وانهم مستحيل يوصلوا معاه لاي حلول، لانه ماشي بمبدا المعادله الصفريه اللي هي يا انت تكسب يا نكسب، لكن الارض ما تسعناش احنا الاثنين والنبي نشتري. اهي دي المبادئ ولا بلاش؟ في لعبة السياسة الضرب تحت الحزام مقبول ومعترف بيه، وده اللي عمله الغرب في بوتين سنة 2013 لما دعموا ثورة الأوكران ضد الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وطيروه، وده كان حبيب بوتين، وراحوا رازعين له الكلمة اللي بتعصب أوكرانيا هتنضم لحلف الناتو. والله يا جماعة انتوا اللي بتجيبون نفسكم، بوتين قال لهم واحنا هنضم جزيرة الكرم، ودي حتة كبيرة ومهمة جدا. أمريكا قالت لك لا بقى، احنا لو سكتنا له المرة دي زي ما عملنا في جورجيا كده محدش هيعرف يكلمه وهيسوق فيها، لا احنا نرزعه حفنة عقوبات بقى بدري بدري كده تقطم وسط. وطلع الرئيس الاوكراني الجديد بيترو بروشونكو، والنبي انا تعبت من الاسماء في الحلقه دي، وراح مطلع لسانه لبوتين سنه 2014 وقال له كلمه ناتو بتعصبك؟ طب ناتو واحنا هننضم للناتو وانا بحمايه امريكا، وريني بقى تعمل ايه. فضل بقى النوى الشغال بين البلدين على خفيف كده لحد 21 فبراير 2022، وراحت روسيا عامله زي عادل امام في فيلم سلام يا صاحبي، عيني يا عيني اوكرانيا في ضربت لي منشاه عسكريه وقتلت 5 جنود، واحنا بقى قدام الخمسه اللي راحوا دول بنعترف باستقلال دونستك ولوجانسك عن اوكرانيا، ودول صحابنا بقى وهنخش بالجيش بتاعنا عندهم ومحدش ليه دعوه. الجيش الاوكراني قال له ايه يا عم في ايه، هي وكاله من غير بواب، وسع كده دي ارضنا. روسيا قالت له انت بتضايقني تاني؟ طب اجتياح شامل لاوكرانيا بقى، ودي بقى انا عامله لكم عنها حلقه 9 مليون فيو. ومن يومها بقى وبوتين ملعب الغرب على الشناكل، ايش ازمه غاز وازمه حبوب وازمه الطاقة وغيرها وغيرها، اقسم بالله ملعب العالم كله. ونفسنا بقى يا عم بوتين نرسي على بر، بقالكوا 9 شهور بتحاربوا، لا انت بتنتصر ولا اوكرانيا بتستسلم، واخرتها. الحقيقة الوحيد اللي عرف يجاوب على السؤال ده هو رئيس وزراء المجر فيكتور اوربان، والحقيقة انا برضو مش عارفة اشمعنى هو يعني، بس فيكتور قال ان محدش هيكسب الحرب دي. يا راجل ايوه، لا روسيا هتقدر تخش كييف ولا اوكرانيا هتقدر تنتصر على الروس. طب طالما انت يا حاج فيكتور بتقرا الطالع كده، احنا معانا لحد امتى؟ لك يحيينا ويحييك ربنا ل2030. 2030 ده احنا كنا ناويين نطلع من عنق الزجاجة، الله يخرب بيوتكم، خلينا محشورين في الزجاجة بقى. انا كل اللي عايز اقوله ان الحرب دي بيدفع ثمنها ملايين البشر، ملايين لا اختارت ولا قررت اي حاجه، وبيعانوا دلوقتي من امر واسوأ ازمه غذاء بسبب حرب لا ليهم فيها لا ناقه ولا جمل، ودينا قاعدين مستنيين نشوف مجانين العالم هيوصلونا لايه. والكل قصة حكاية وانا هقول لكم على اللي فيها. كنت معاكم ريهام عياد.